مشاغل الحياة نعم اللي انت قلتها معناه طيب في مسؤوليات اللي هي بتقبح جماح الآن احنا عشان نوثق، المسؤوليات اللي بتقع على عاتق الفن والتوثيق الفن شنو؟ مسؤوليات شنو؟ والله هي اكثر المسؤوليات واصعب المسؤوليات المحاربه. يعني في الفن، في كثير من انواع الفن فيها محاربه، وفي الحسد. بالمناسبه الحسد في اي شيء، في اي شيء الحسد هو السبب الرئيسي صح لضحايا كتار. صح، فمعظم الضحايا في الفن بسبب الحسد. ليه ده ناجح، ليه ده كويس، انا ما بشتغل بموضوعه، ليه هو ظهر شديد كده. ودي من المعوقات. صحيح، دي اكبر المعوقات طبعا. دي طب في تحديات بتواجه التوثيق؟ والله التوثيق التحديات اهم التحديات الامكانيات الماديه والامكانيات اصلا الـ يعني بيسموها التسهيل. لو قلنا البنيه التحتيه، البنيه دي انت اهم ممكن شيء. تحفظ، هو قال لك انا ممكن يكون عندي جهاز هارد ديسك يضيع، لكن انت ممكن بيضيع. عندنا دار الوثائق السودانيه الان توصيله فيها كل شيء. بس النقطة دي، بس معلش أنا أقاطع الإخوة لأنه في تجربة شخصية. أنا عندي كتاب الآن من سنة 2003 و2004، طيب إلى الآن أنا ما قادر أطبعه، مش لأنه إمكانيات مادية، يمكن لقيت ناس يدعموا الموضوع، يمكن من الأهل مني، من يعني من القرايب عندي أنا. شنو إمكانية التحدي الواجهة؟ التحدي أكبر تحدي موجود اللي هي بسموها شنو، البيروقراطية في التعامل مع النشر نفسه. يعني في قاعدة معينة، يعني أنت في حاجة في أنفاق معينة لو ما مشيت فيها صح ما تقدر تصل لمرحلة الموافقة على الكتاب.